غنمشي من المصبوين والصبوات. اليوم احنا اكتشفنا بالملموس وبالحجه وبالدليل انه فما 85 امضاء موجودين، فما 16 امضاء الدستوري الحر، امضاء فيصل التبيني اللي هو مودع مع 16 تاع حزب الدستوري الحر، و69 امضاء اخر موجودين. هذا يلم 85 امضاء. ثم ما رعانا الا يخرج رئيس كتله الكتله الديمقراطيه ويقول احنا نرفض ان نحط العريضه هذه في ظل وجود امضاءات الحزب الدستوري الحر. يعني لهنا احنا كحزب دستوري اللي احنا اصحاب المبادره من جاء في 2020 انتظرنا بقيه الكتل حتى لين اقتنعت وفهمت مدى خطوره الغنوشي على البرلمان. اليوم العريضه اللي هي تم على اساسها امضاءنا عريضه حروها هما، واحنا سبق انه قلنا ما يهمنيش شكون يحرر العريضه، لانه في الاول وقت تسبلوا قالوا ليش بكم انتم تحرروا العريضه وتجيبوا لنا، مانيش نخدموا عندكم، قلنا لهم حرروا انتم العريضه وجيبوها. العريضة الموجودة حرها هما فيها ترسانة من الخروقات اللي قايم بها رجل الغنوشي، فيها إقرار منهم هما أن رجل الغنوشي اليوم يسيء إدارة البرلمان ولا بد من إزاحته. إذا كان هما يعتبروا أنه مواصلة بقاء الغنوشي على رأس البرلمان إذا هما ما تحصلوش على الإمضاءات اللي يحبوا عليها من غير الدستور الحر هذا يرضيهم نكالة في الدستور الحر. لهنا أنا نحب نقول لهم راو بقية النواب الممضين ما نحكيلكمش على عدد التجمعين اللي في وسطهم من غير ما نذكر الأسماء، شعب التونسي يعرف. إذا نتسيئل هذه متاع ينضميوا للمنظومة القديمة وأحنا ما نمضيوش في عريضة موجود فيها الدستور الحر، في حين أنهم يمضيوا في عريضة موجودين فيها بقية التجمعيين وفيهم تجمعيين دخلوا للحزب قبل ما تتولد عبير موسي ومع هذيك يقبلوهم. هذه شنو تأكد؟ تأكد أولا أنه فما مناورة في الأفق، وحاجة ثانية تأكد أنه الناس هذو ما يهمهم كان مصلحتهم، يهمهم كان الأجندة متاعهم، يهمهم كان حساباتهم الضيقة، وما ينجموش يترفعوا على أحقادهم من أجل إعلاء المصلحة العليا للوطن. هذا يفيد أنه ناس مستعدين يخليوا البرلمان في مستنقع من الاخطاء باعترافهم في سبيل انه هما يرضيوا الحقد اللي هو عندهم، وذي خطر على الدوله لانه منطقه تهديم. وذي اذا الناس تحكي على الاقصاء وكل ما احنا نحكيه على جرائم الاخوان المثبته صوتا وصوره يقولون انتم تحبوا الاقصاء والاستبداد، اذا فما اقصاء هو هذا انه عريضه مفتوحه لكل النواب وما فما حتى كتله من حقها انها تستاثر بها وحتى كتله من حقها انها تنسبها لنفسها، فما بالك احنا اصحاب المبادره. ومع ذلك نزلنا قلنا ماهيش حرب زعامات، ماهيش مشكل شكون يصب، ومع هذاك تخسرونا في هذه الفرصه التاريخيه انه فما 85 نائب حاضرين توا انهم يصبوا عريضه ضد الغنوشي. وهنا وقت اللي نربطوها بمجلس الشورى اللي تعمل البارح وباطلاق الاخوان عريضه موازيه لسحب الثقه من الفخفاخ، انا لهنا ما نجم افسرها الا انه التعليلات هذيا والتعطيلات هذيا الهدف منها فتح الطريق امام عريضه سحب الثقه من الحكومه اللي قررها سيدهم الشيخ الغنوشي، وبالتالي لهنا عندهم مصالح اخرى في تركيبه الحكومه ومناورات اخرى، وهكذا يدار المشهد السياسي في تونس. لا مبادئ ولا قناعات ولا ثبات، يستهزئوا بالشعب التونسي، يستهزئوا. فما ناس فرحانين عندهم من الويكاند وهم يستناو في هالكوتل اللي باش تسحب الثقه، لهنا نحب نقول انه هما كذبوا على الشعب. خاطر من هذه السنين قياداتهم خرجوا وقالوا عنا اكثر من 73 امضاء وهما ما عندهمش، الى اليوم بالتعطيل هذايا عندهم 69 ومع امضاءاتنا احنا تولي 85. بدون تعليق يعني سجل تاريخ. حتى جميع الامضاءات اللازمه وشكون في جلسه يعني احنا رانا سحب الثقه من الغنوشي، ما عندنا حتى حسابات، التصويت مبدئي ما نلعبوش، مانيش كيفهم هما اللي اذا كان اليوم مصلحتي ارضيتها لي ولا ارضيت لي غروري والا المكابره نتاعي نصوت ما كاش ما نصوتش ليه. سحب الثقه من الغنوشي بكل الطرق وكل السبل احنا مصحين فيها ونصوتوا لها. لكن فما حاجه نحب نقولها لكم، نحذر الراي العام لانه هما توا ينتظروا انهم يلموا 73 قد بدون الدستور الحر باش يودعوا العريضه، لان ايش باش يعملوا؟ لهنا باش يوهموا الراي العام انهم هما عند كلمتهم واللي مشكلتهم الوحيده الدستور الحر، لكن ردوا بالكم وقتها تتصب عريضه النصاب قد مرهونه واحد
من اللي أنظار ونعرفه اللي في وسط المنظمين فما شكون سهل أنه يقنعوه. بعكس ذلك مرهونة واحد ولا زوز يسحبوا إمضاءهم. ليلة انعقاد مكتب المجلس اللي باش يعين الجلسة العامة تسقط العريضة شكلا، وبالتالي تنجم تكون فما جزء ثاني من المناورة أنه احنا نعلنوا لقواعدنا أنه احنا ما نقدموش العريضة مع الدستور الحر، ثم نزيدوا نضيعوا الوقت ونلموا 73 قد ومن بعد فما شكون اللي يمشي يتصل بواحد ولا زوز ولا ثلاثة يسحبوا إمضاءهم في اللحظات الأخيرة وتسقط العريضة شكلا ويهم الرأي العام عملنا اللي لازم ولا غير. نواب حركة النهضة في العديد من التصريحات ليهم كانوا تعليقهم يعني على لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان كانوا يقولوا يعني ما بين قوسين حسب قولهم إذا كانوا ينجموا يسحبوا الثقة مع التعطيلات اللي حكيت عليها هذه، هل أنه المشوار اللي بديتوا فيه يعني باش يتراجع بعض الشيء؟ هما إذا كان النواب بتاع الإخوان يحكيوا بذلك التعالي وبذلك التكبر وبتلك الصفاقة لأنهم عارفين المشهد السياسي في وسطه، لأنه عارفين المشهد السياسي فيه ناس اللي هي مصلحتها قبل كل شيء وأنا وبعض الطوفان، ولأنهم زاد عارفين أنه المشهد السياسي اللي قدامهم هما وبعض القوى اللي اليوم موجودة وتنجم تأثر عدديا في اتخاذ القرارات قابلة لتغيير مواقفها وإصدار أي تعلة آخر دقيقة لإسقاط مشروع أنه نتخلصوا من الغنوش ومن تنظيم الإخوان. هما يحكيوا بناء على ذلك، احنا هذا ما ينقص حتى شيء من نضالاتنا، بالعكس احنا اليوم ولينا اكثر قوة لانه اليوم فما الرأي العام قاعد يعاين بعينيه اللي احنا قلناه مع الكتلة الديمقراطية. ده مش نلقاو نقطة حل مع الكتلة الديمقراطية فما والله بالنسبة لنا اكثر من شنو نجمو نعمل. احنا البارح حطينا امضاءاتنا وهكا منشورين راهو امضاءات، احنا الامضاءات الوحيدين منشورة تو حتى 69 يحكيوا عليها ما ريناهاش راهو يعني يقولوا عليها، احنا نشرنا الامضاءات قالوا نحبوا العريضة عريضتنا عريضة عريضتها جابوها اعطيناها احنا لكتلة تحية تونس قلنا لهم اهي موجودة على ذمتكم على ذمة المجلس على ذمة تونس وتفضلوا قدموا. اليوم يخرجوا هما واتصلنا بهم راهو قبل ما يصرح العجبوني مجدي اتصل بهشام العجبوني هنا مازلنا نشوفوا هنا مازلنا نلموا هنا مازلنا كذا ومن بعد يخرجوا هذا التصريح اللي هو باش يقعد وصمه عار في تاريخهم هما مش في تاريخنا احنا، واحنا ما يزيدنا كان قوه لانه احنا ترفعنا على كل الخلافات ترفعنا على كل الاحقاد حطينا الشيء اللي عملوه فينا من 2011 وفي تونس مش فينا انه ما يقدروش يعملوا لنا حتى شيء، اما اللي عملوه في البلاد بثورجيتهم الهدامه انه حطينا هذاك الكل على جنب ومن بعد قلنا في سبيل انه نسحب الثقه من الغنوشي فما اولويات ومن بعد في اطار دوله مدنيه يبعد عليها الخطر نتاع داعش مش مشكل فما قوى مدنيه تنجم تتنافس وتتصارع تبقى القانون، لكن هما ظهروا ما يعرفوش مفهوم الدوله ما يعرفوش مفهوم المصلحه العليا للوطن ما يعرفوش شنو معناها التضحيه ونكران ذات امام مصلحه البلاد ومصلحه الشعب التونسي، ظهروا حاطين الشعب التونسي رهينه يجيو في الويكاند يقولوا عندنا 73 امضاء نهار الاثنين يخرجوا قياداتهم هيكل المكي خرج ليلى الحداد خرجت قالوا اللي عندنا فوق 73 وهما وقتها يكذبوا على الناس ما عندهمش باعتبار اليوم هنا نهار الاربعاء اخر وقت ومازال ما عندهمش 73 وحدهم، واحنا كي انقذناهم وموجودين الامضاءات نتاعنا مع الامضاء نتاع فيصل التبيني 17 امضاء باش يوليو عندهم 85 يرفضون ذلك ويخيروا انهم يزيدوا يناوروا ويلموا امضاءات اخرى وتوا باش يمشيو يقولوا لهم صحح بركه خلينا نمشيو نصبوها ومن بعد كي تحب اسحب امضاءك وتسقط شكلا. وفي الاثناء عريضه الاخوان واذرعهم تمر بكل سهوله وتتعدى هذيك وتولي فما جلسه سحب ثقه من الحكومه ما فماش جلسه سحب ثقه من الغنوشي. سجل يا تاريخ، هذه جريمه في حق تونس والمسؤولين عليها اليوم واضحين والشعب التونسي بصدد معاين كل شيء. احنا معتصمين ونضالاتنا مازالت متواصله، الكثير من المعطيات باش نعطيوها لكم في الندوه الصحفيه بعد لقائنا اليوم العشيه بوزير الداخليه وبعد المطالب اللي قدمناها لرئاسه المجلس وننتظروا في الجواب عليها وموقفنا من كل شيء باش نقولوه بكل تفصيل في الندوه الصحفيه ان شاء الله نعلمكم بها. شكرا مدام.